مرحبا بكم في قناة تي دو سومودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. النهار ان شاء الله غنقدم لكم واحد القفص نموذجي بنيته، وبغيت نشارككم هذا القفص. في الحقيقة رائع رائع للغاية. اذا تبعوا معايا الطريقة وغادي نوريكم بالتفصيل الالمومي. اولا العلو ديالو انتم كيف ما كتشوفوا كيفاش مبني غير بالكورنير، انتم غير الله دايروا الجنب على حساب الشمس. كما كتشوفوا معايا غير ب الثلالج، يعني الكرياجات ديال الثلالج. بالنسبه للقاعده كما عودتكم في الاقفاص اللي فاتوا انتم، هذا السنتيم هذا غالفانيزي، يعني كرياج غالفانيزي. ولكن المفاجاه هي كالتالي، شوفوا شنو راني داير هنايا، يعني غير واحد القادوس، قادوس شديته وعبرت بمسطره عادي بحال هكا، عبرت هكا 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 هكا، وكتضربوا واحد شويه ديال كتشرموا واحد شويه منها وتشرموا شويه منها، وكتضربوا بالمطرقه وكطيح هذاك المورسو. هذاك هذه عباره عن شرابه، راه يشربوا منها المياه. المفاجأة وهي أن ما كتدخلش لعند الكاج وكدير هذاك الماء، وإنما كتخرج على برا. هانتوما كما كتشوفوا، تبعوا معايا هانتوما، راه فين غادي؟ ها هو القادوس. هانتوما شوفوا فين غادي. أنا كنكب الماء من هنا، هانتوما كنكب الماء من هنا، كيمشي وفين كيمشي؟ كيمشي لعندهم لداخل باش يشربوا. هادي هذا قفص، يعني ممكن انكم تستعملوه ك يعني التسمين، ممكن انكم تستعملوه للتسمين، يعني ماشي مفرق، هذا كاج غير للتسمين. ها انتم كما كتشوفوا معايا الجهه الاخرى راها علافه، ها انتم علافه ديال اش ديال السيكاريم. ها انتم كما كتشوفوا معايا هذا راه السيكاريم محطوط في وسط منه. دابا غادي نحولهم ان شاء الله ونجيبهم لهنايا. ها انتم وكما قلت لكم هذا القادوس هذا راه كتجيبوا واحد المسطره وكتبقاو تحطوا مسطره هكا مثلا، وكتبقاو تشرطوا هنايا هكا 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 هكا، وكتجيبوا المطرقه كتضرب كتنقر هكا، كيهود هذا المورسو هذا كيتقرض من وكيتقرض من. بالنسبه باش هاد الكارويات هادو ما يجيكمش هارب، واحد هارب لهاد الجهه واحد هارب لهاد الجهه، ممكن انكم تجيبوا هاد التيب هذا كامل تحطوه ملاصق مع الارض، مع الحيط عفوا، مع الحيط هكا، وكتجيبوا واحد المسمار وكتراسيو مع الحيط هكا. هو هذا الخط هذا، لاحظوا انني درت واحد الخط، ها هو هذا الخط هذا صافي. وهذا الخط هو اللي كتبعوا عليه، كديروا واحد شرمه بالمنشار هنا هكا، شرمه بالمنشار هنا، وكتخليو جهه تخليوها وجهه غادي تخليها، وهذه بالمطرقه طبع عليها بالمطرقه هكا، كطيح لداخل صافي. في الاخر كتسوسو وكتولي هذه كاكاله او يعني علافه، ممكن انكم تستعملوها يعني بابسط الطرق، والثمن راه رخيص، راه داك يدير 10 دراهم للمتر المترو عفوا، يعني هذا كله هذا ب 20 درهم بلا ما ديروا لا علافات لا. وفي نفس الوقت هذه العلافه هذه ما كتشدش المساحه، لا هي لا الشرابه ما كتشدش المساحه، يعني لاحظوا ان المساحه مثلا كون درتو لهم هنايا بالنسبه لهاد الشرابه هذه، شدوا ديروا طيسان هكا، هذاك كل طاس غادي ديروه غادي تشد لكم المساحه. اما بهذه الطريقه هذه انتم لاحظوا معايا راه طريقه رائعه ورائعه. وبالنسبه للضوء ملي قلت لهم الضوء هنايا، هي راه غادي نركب لهم بولاس هنا واحد بالنسبه باش تشوفوهم بالليل، ها هو اثنان. وهذا الكاج راه بسيط للغايه، بسيط. هانتوما هنايا في هذه الجهه اللي غادي تبغيو تطلعوا عليهم، هانتوما كما كتشوفوا معايا انت غير هكا، هادو ديال الثلاج كيديروا شريتهم انايا ب 3 دراهم الحبه. هاد دابا هادي واحد جوج ثلاثه اربعه في جوج، يعني ثمانية في 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 3 هي 24 درهم. ممكن ان 24 درهم او 500 ريال دير لكم هاد الشبابك هادو.
بالنسبه للجوانب، الجوانب هانتوما هذا كيكون واحد واحد الكرياج رقيق، انتم ممكن انكم تشوفوا معايا هانتوما، هو هذا تغلفوا به في الجوانب، جوانب من فوق هانتوما هانتوما. اما القاعده ضروري ديروا كرياج باش داك الفضلات ديالهم ممكن انها تطيح، وفي نفس الوقت ان رجليهم ما يزحتوش ويبقاو يتجرحوا. هذا راه كرياج غالفانيزي كيدير 55 درهم للمتر كاري، يعني كل هذا الكرياج هذا راه فيه 2 متر، انتم 2 متر راه فيه يعني 110 درهم، 110 درهم صافي. كيبقى لكم الحديد ها هو، والحديد كذلك حتى هو ماشي صغير، تقابي ما سوديتش كاع، انتم غير بولونات، انتم راه غير بولون، انتم هادو راه كله غادي غير بالبولونات. انتم هاد الجهه يعني هذه دعامه لهاد الرجل صافي، والكرياجات لصقوهم من هنايا، هنايا تغلفوا بهاد الشبيك هذا، هاد الشبيك كيدير 13 درهم المتر كاري، انا خديته ب 250 ريال، يعني جوج متر كاري ب 25 درهم. المهم قفص طاع ليا رخيص 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 للغايه، وانا بغيت نشارككم اياه، قفص رائع زوين مخير كاع، يعني بالشرابه ديالو جهه فيها بلاصه ديال الاكل يعني علافه، وجهه شرابه، وهاد الشرابه يعني غادي تبقاو تجيكم بعيده، انا خرجتها هكا، انا خرجتها على القفص، انتما القفص ها هو هي، وخارج على القفص ودرت له هنايا واحد الكود، وهنايا تبقاو تكبوا الماء من هنا، وغادي يوصلهم للجهه الاخرى يبقاو يشربوا منها في نفس الوقت. ها هي هنايا الجهه من غادي ياكل صافي، كتولي الضو كاين، ها هو الضو. وبالنسبه هنايا عفوا كاين واحد القبيه، يعني ممكن انكم ديروا على شكل مثلث، على شكل هرم الى 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 بغيتوا، ممكن انكم ديروه مسطح هكا، انا يعني جاني مزيان هكا باش نبقى نطلع عليهم، كنهز هاد يعني الشبيبيك هكا كنحطو هكا صافي، وكنبقى نطلع عليهم. ها انتم كما كتشوفوا قفص رائع، خذوا النموذج وصوبوا بحالو، هو كلشي الفكره في هاد في هاد في هاد في هاد القادوس ديال الماء، انا استعملته كشرابه، وقادوس اخر كعلافه، يعني انتم ارتاحيتوا من العلافه، انتم ما غيبقاو يخشيو لكم هنايا وياكلوا هكا، وسميتو مره تبقى تكب لهم هنايا وصافي. بالنسبه للماء باش ما تضربوش التماره، انا خرجته على برا، راه يعني على برا، انتم ويعطي الكاج كامل، هانتوما كلهم يشربوا كلهم ياكلوا. اذا القفص هو ديالي هو هذا، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم اللي قدمتوا لي في القفص الاولاني، ساندوني وما تنساونيش بزر جام باش نقدر نصور لكم اقفاص اخرى، نماذج اخرى، ويعني اللي تنول الرضا ديالكم، وممكن انكم يعني يجيكم شي القفص يجيكم بسيط، يعني ما تضربوش فيه تمارة، هذا غير كادر وعنده دعامات اربعه، والكرياج الوسط، ومغلف على شكل هرم، انتم هذه راه غير كاش دايره، راه جاي هرم، جاي مثلث من الفوق هكا مثلث، وبالضو ديالو بالعلافه بالشرابه، يعني قفص رائع للغايه. ها انتم هنايا بغيت نشارككم اياه، لان في الحقيقه عجبني بزاف هذا القفص هذا. انتم خذوا النموذج وديروا انتم الاطوال اللي بغيتوا، وبالنسبه لهاد الشبابك ماشي مشكل اللي جاوا مخالفين هنايا، ولا انتم ما عندكم غرض في داكشي، خاصكم غير هاد الشيء يكون كيتفتح وكيتسد، يعني بهاد الطريقه صافي. وسليكات ببساطه، يعني ماشي شي حاجه اللي ماشي شي حاجه صعيبه، هانتوما شي حاجه سهله وسهله للغايه. اذا القفص ديالي هو هذا، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، ما تنساوناش بجير جيم، وتكونوا على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.